اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة الدار البيضاء. كما تلاحظوا معنا متواجدين باحد الاسواق الشعبية في مدينة الدار البيضاء، وكان واحد الارتفاع اللي هو كبير في الخضر. كما كتلاحظوا معنا مشاهدينا الكرام البطاطا اليوم، البطاطا الحمراء والحلوة اللي الثمن ديالها طالع حتى هي واصل 8 دراهم للكيلوغرام. طبعا البطاطا الحلوة كتكون يعني قليلة في السوق، الثمن ديالها اللي طالع واصل 8 دراهم للكيلوغرام. فكما كتلاحظوا معنا الحامض اللي واصل 20 درهم للكيلوغرام اليوم، اللي طالع الثمن ديالو بواحد الشكل اللي هو كبير. كذلك الحار اللي واصل 10 درهم للكيلوغرام، الثمن ديالو حتى هو اللي طالع بواحد الشكل اللي هو تصاعدي وكبير. فاليوم اغلب الخضار واصله 8 درهم الفوق، 8 درهم. كما لاحظتوا معنا البطاطا الحمراء 10 دراهم بالنسبة للحار، كذلك الحامض اللي واصل 20 درهم للكيلوغرام. فالحامض اللي راه تو طالع واحد الثمن اللي هو خيالي، واحد الشكل اللي هو كبير. الخص طبعا ما كاينش واحد الجوده اللي هي كبيره، الثمن ديالو واصل يعني 4 دراهم. نلاحظوا معنا كذلك الفلفل اليوم، الفلفل مشاهدينا الكرام واصله الفلفل 8 دراهم للكيلوغرام، حتى هي الثمن ديالها اللي طالع بزاف، اللي كانت واصله الفلفل حتى هي كانت طالع الثمن ديالها اكثر من 8 درهم، وصلت 12 درهم 18 درهم في رمضان. اليوم انخفضت ولكن مع ذلك كل رجعه طلعت وصلت 8 دراهم للكيلوغرام. القرعه كذلك حتى هي نفس الثمن 8 دراهم للكيلوغرام. فاليوم شاريين كرام اثمنه مرتفعه ديال الخضر أحد الأسواق الشعبية في مدينة الدار البيضاء. إذا مشاهدينا الكرام كنتمنى نكون وصلنا لكم الأثمنة ديال الخضر اليوم، فنبقى اليوم لكم تبقوا على خير على أمل، نلتقي بكم بث آخر بحول الله، إلى اللقاء.